السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله غنحضر معكم اللوبيا الخضراء أو الفاصوليا بطريقة رائعة جدا، مشرملة مطبوخة لوحدها بدون لحوم بدون أي شيء، كتجي رائعة رائعة جدا بأسهل المكونات كيف غتشوفوا معايا إن شاء الله. إذا اللي غادي نحتاجه ليه هو اللوبيا، عندي تقريبا هنا واحد 400 غرام من اللوبيا، حبة طماطم اختيارية، إلا ما عندكمش طماطم ممكن تستعملوا واحد الملعقة صغيرة من الطماطم مركزة، الكزبرة والبقدونس، بعض فصوص الثوم، القليل من زيت الزيتون. كيف كتشوفوا هاد حبة طماطم تقوموا تبشروها تحكوها ولا تطحنوها. ثم عندي هنا التوابل، عندي البابريكا أو التحميرة، الكركم أو الخرقوم، الملح، الإبزار والفلفل الأسود، وبعض القزبر اليابس مطحون طبعا. وهنا عندي واحد رأس ملعقة من الهريسة أو الشطة أو الحار، اللي كيبغي طبعا، اللي ما كيبغيش يعني بلا ما يستعملها. إذا غنبداو الطريقة على بركة الله. كيف كتشوفوا معايا تحكو الثومة ونستعملوها هي والطماطم فوق اللوبيا. نبداو نضيفوا كلها هاد المكونات، نجمعوها مره واحده فوق اللوبيا الخضراء ونمزج جميع العناصر. نضيفوا لهم واحد نصف كاس من الماء، الا كنتو غتستعملوهم في طنجره الضغط نصف كاس كافي، والا كنتو غطيبوهم في طنجره عاديه غتحتاجوا الماء اكثر. غنستعمل هنا كيف كتشوفوا معايا زيت الزيتون 3 ملاعق كبيره. اذا هاد الاكله ان شاء الله غتكون في 10 دقائق حتى 15 دقيقه جاهزه للتقديم. اذا غادي ناخذ طنجره الضغط ونوضع فيها جميع المكونات، نوضع فيها اللوبيا الخضراء بعد ما مزجتها بجميع العناصر وتشربات لينا هذوك العناصر. واللي بغى يزيد واحد طريف الحامض، انا هنا عندي الحامض مصير او الليمون المخلل، وسديت عليهم في طنجرة الضغط تقريبا واحد 12 دقيقة. هنا 12 دقيقة بالضبط اللي خليتها انا، النار كانت في الاول مجهدة واحد شوية حتى بدات كتصفر الكوكوط، عاد نقصت النار، يعني خليت النار ضعيفة ضعيفة قليلا مرة مرة، المهم ديروا بالكم معها. هيا من بعد ما فتحتها لقيتها طايبة، مدة الطهي ما كتفوتش 15 دقيقة، بين 10 دقائق حتى 15 دقيقة كتلقاوها طايبة. من بعد ما فتحت عليها لقيت باقي فيها شوية الماء، فخليتها حتى تشرب هذاك الماء وتعلق وتجي ناشفة، وكنقدمها بهذا الشكل بالصحة والراحة. هانتوما كي كتشوفوا معايا ما خداتش مني نهائيا وقت في المطبخ، مزجت جميع العناصر وحطيتهم في طنجرة الضغط وسديت عليهم. كتسدو عليها وكتخليو النار شويه مجهده ولا متوسطه حتى كتصفر الكوكوط، حتى كتسمعوا الصفير ديال طنجره الضغط، ومن بعد كتنقصوا عليها كتخليوها على عافيه مهيله شويه غير شويه، يعني ماشي تنقصوا بزاف النار. وبهذا الشكل كتكون جاهزه في مده 15 دقيقه او اقل، كتجي رائعه ولذيذة بزاف بزاف، كتجي طيبه مزيان. هانتوما كيف كتشوفوا معايا لذيذه وشاربه هذيك الصلصه. نتمنى احبتي تكون عجباتكم هذه الطريقه، طريقه سهله ومبسطه وسريعه. الى عجباتكم ما تنسوش كيف العاده تدعموا القناه بالاعجاب والاشتراك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب لتعم الفائده باذن الله. خليتكم في أمان الله، والسلام عليكم.